بعد اشتداد الشدائد وإحكام الخناق على أهل لغة الضاد، بدأت معالم نهضة القرن القومية تلوح بالأفق، وكان باعثها من نسل أشرف الخلق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، القائد الهاشمي الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه. فمن أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة شدت السروج وصهلت الخيول راعدة، وأشهرت البيارق نحو المجد، واختلطت عزائم الفرسان برمال الصحراء في سماء زمن عج بأعاصير ثورة عربية خالدة، وهبوا مشرعين راياتهم خافقات بالمعالي يتسابقون لتقديم أرواحهم فداءها، مطلقين العنان لنهضتهم القومية المنبع حتى المصب، يزأرون بنصر من عند الله ويشقون طريقا لا رجعة عنه. ومع انطلاق طلائع قوات نجله الملك عبد الله الأول طيب الله ثراه، كان القدر يخبئ ولادة أرض مباركة حملت اسما يدل على صفة أهلها، ولادة الأردن العصي الفتي الأبي. فعلى هذا الثرى تأسست أول نواة للجيش، قوامها 25 ضابطا و250 جنديا، بمشاركة كوكبة من فرسان العشائر الأردنية أطلق عليها الملك عبد الله الأول اسم الجيش العربي، والتي لم تتوانى في يوم عن تلبية النداء. فتعاضدت سواعد أبطال الوطن، واستمر الكفاح المستميت في سبيل تأسيس إمارة شرق الأردن الذي كان في الثاني من شهر آذار عام 1921. وحتى أثمرت الجهود بإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 من شهر أيار عام 1946. وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة، وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه، وأن نبعث بتحياتنا وأحسن تمنياتنا للبلاد العربية الشقيقة ولأصحاب الجلالة والفخامة ملوكها العظام ورؤسائها الفخام، سائلين المولى عز وجل سلاما عاما للبشر يحققه صلح عادل عاجل تقره الدول الكبرى على الوجه الذي ينتزع الغل من الصدور ويدفع شعور الثارات التي قد تجر العالم إلى كوارث أخرى، متوجهين إلى الله العلي القدير بأن يسدد خطانا جميعا ويحقق لهذه الإنسانية المعذبة ما فيه الهدى والرضا والسعادة والسلام. وكان لابد أن يتبع هذه المرحلة التأسيسية تطور في الحياة السياسية، وهو الإنجاز الأبرز لنجله الملك طلال طيب الله ثراه، الذي عزز أسس الحياة الديمقراطية بوضعه للدستور الأردني الجديد بصورته الحضارية في 8 من شهر كانون الثاني عام 1952، والذي نص على أن الشعب الأردني جزء من الأمة العربية، ليكون بذلك قد سبق جميع الدول بتثبيت ارتباطه بالهوية العربية وتحديث نظام الحكم في المملكة ليكون نيابياً ملكياً وراثياً، مؤكداً بكل فخر واعتزاز على أن الأمة هي مصدر السلطات. كما تضمنت قواعده العامة التأكيد على حق الإنسان الأردني في التعبير عن رأيه بالوسائل الديمقراطية مع احترام اختلافاتها وإتاحة المجال للمشاركة في صنع القرار. وبعد استلام نجله الملك الباني الحسين طيب الله ثراه دفة الحكم، كان أول قرار تاريخي يتخذه هو تعريب قيادة الجيش وتسليم الضباط الأردنيين كافة مواقعه في 1 من شهر آذار عام 1956. أيها الضباط والجنود البواسل، أحييكم أينما كنتم وحيثما وجدتم ضباطا وحرسا وجنودا، وبعد فقد رأينا نفعا لجيشنا وخدمة لبلدنا ووطننا،
أن نجري بعضا من الإجراءات الضرورية في مناصب الجيش، فنفذناها متكلين على الله العلي القدير، ومتوخين مصلحة أمتنا وإعلاء كلمتها. وإنني آمل فيكم كما هو عهدي بكم النظام والطاعة. وأنت أيها الشعب الوفي، هنيئا لك جيشك المظفر الذي وهب نفسه في سبيل الوطن ونذر روحه لدفع العاديات عنك، مستمدا من تاريخنا روح التضحية والفداء، ومترسما نهج الأولى في جعل كلمة الله هي العليا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ولتشهد البلاد بعدها تحولاً في جميع القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية وحتى الثقافية والعمرانية وفي مختلف المجالات، وليستمر على هذه الأرض المباركة تسليم الرسالة في نسل الحبيب المصطفى الغر الميامين، ويعود الأمل ليتجدد مع باعثه الهاشمي المجدد الملك عبد الله الثاني حفظه الله على خطى نهج السلف ليكون خير خلف، والذي قاد نهضة إصلاحية شملت كافة الميادين وعلى جميع الأصعدة، تكللت بتعديل ثلث مواد الدستور انسجاماً مع تلك الرؤى الملكية السامية. وقد عملنا وسنواصل العمل بعزم لا يلين لترسيخ مكانة الأمة مصدراً للسلطات وشريكاً في صناعة القرار، منطلقين بذلك من التزامنا الدائم بمصالح شعبنا الأبي. عندما نسأل من هو الأردني، الجواب هو الأردني هو الذي يعتز بهويته الأردنية وبانتمائه الحقيقي لهذا الوطن، والأردني هو الذي يقدم مصلحة الأردن على كل المصالح والاعتبارات، والأردني هو الذي عندما يمر الوطن بظروف صعبة أو استثنائية يسمو بكرامته وانتمائه على كل مصلحة شخصية أو حزبية أو جهوية، ويقف إلى جانب الوطن في مواجهة كل. واليوم في غمرة المناسبات الوطنية التي تضم ذكرى الثورة العربية الكبرى وأعياد الجيش والاستقلال والجلوس، نقف بإجلال نستذكر الأجداد وكل تلك الأمجاد رافعي الهامات. فبالرغم من كل تلك الصعاب التي مرت على هذا البلد، ولكنه كان في كل مرة يواجه فيها محنة يكون أقدر على تجاوزها والخروج منها بحال أقوى من سابقها، وليتجدد التأكيد مراراً وتكراراً للعالم أجمع بأن الأردن قادر دائماً على الصمود في وجه الريح، وبأن قدره هو أن يولد ليبقى. كل الثقة والأمل بالمستقبل، وأنا بعرف أبناء شعبي وبعرف انتمائهم وإخلاصهم لوطنهم، وبعرف إنهم بوعيهم وإرادتهم القوية وتماسك جبهاتنا الداخلية سنكون قادرين على التصدي لأي مؤامرة وأي جهة تحاول المساس بأمل الأردن أو استقراره.